جئنا بها اليوم تحت عنوان أطفال فلسطين يرويز ميكايل أيشي ميكايل هنا. رسالة الأطفال هي رسالة لكل المؤسسات الدولية وللمجتمع الدولي أن الطفل الفلسطيني بهذا السن لا يمكن أن يقبل أن تهود مدينة القدس، لا يمكن أن يتناسل عن مدينة القدس. أرادوا أن يقولوا للعالم القدس بخطر إذا لم تتحركوا من أجل إنقاذ القدس، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يعرف إلى أين تتجه الأمور، ولهذا عليكم أن تمكنوا الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره حتى يعيش أطفاله مثل أطفال كل العالم بحرية، بعيد عن الاحتلال وبعيد عن سياسة هذا الاحتلال الذي حرم الطفل الفلسطيني الطفولة، والتي إسرائيل تنتهك حقوق الطفل الفلسطيني المكفولة بقرارات الشرعية الدولية. أكثر من 11 عام جئنا اليوم لننقل هذا أن الاحتلال الإسرائيلي والإغلاق والحصار الذي يمارسه نصر الله قريب وتحرير قدس آتٍ لا محال، والليلة اشتد ظلمته فإن الفجر له، أبشر فهذا الفجر له، ها نحن جئنا يا صلاح، لن تعرف نفس ارتياح حتى أرى شعبي وليس له الأقصى ضلاح. شلة كثير يا دولة سيدة، سالب يا فوز، عاصمة ما طلعت الفجر.